في إطار المساعي المبذولة لدعم المنتج المحلي ومواجهة المنتج الإسرائيلي، أعفت لبنان السلع الفلسطينية الصادرة إليها من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، وأتاحت الفرصة للاستفادة من جميع الامتيازات التي يمنحها البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. رؤية واستراتيجية الوزارة وهدفها الأول المتمثل بتخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي الذي يستحوذ على أكثر من 75-80% من حجم التبادل التجاري الفلسطيني الخارجي، وبالتالي يعني تشكل هذه الاتفاقية هم وهدف ومحور وزارة الاقتصاد الوطني بالتوجه إلى العمق العربي والإسلامي بديلا عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ولبنان يعتبر ضعيفا، إلا أن هذا القرار سيلعب دورا في فتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام السلع المحلية، وسيزيد من حجم الصادرات وبالأخص في قطاع الأعشاب الطبية والحجر والرخام والأدوية والمنتجات الغذائية. نستورد أكثر مما نصدر كثير، ولهذا أقول بأن هذا القرار سيعزز نسب العمالة في الأراضي الفلسطينية، نعاني من بطالة عالية، وهذا سيشغل أيدي عاملة من شأنها أيضا أن تحد من نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية. لذلك أنا أرى بأن هذا سيعزز وجود سوق عربية حرة كبرى، وهذه هي الخطوة الأولى باتجاه التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية. بدورها رحبت وزارة الاقتصاد بهذا القرار، وأشارت إلى أنه سيرفع كفاءة المنتج المحلي. إعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب كفة سيلعب دورا في تنشيطها ومساعدة المنتج المحلي على الصمود أمام السلع الأجنبية وتنشيط الاستثمارات نحو الأسواق الخارجية. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين، رام الله.